النصف الثاني من شهر تشرين الثاني من العام 2009، وبعد عدة اتصالات وردت على هاتف جريس كساب من أهلها وزوجها وما كان في أي رد منها، ثارت الشكوك والمخاوف، خاصة إنه زوجها بول كان باتصال معها قبل بوقت من البحرين بحكم شغله هونيك. حاول يتصل فيها مرة تاني بس ما ردت، فطلب من أهله اللي ساكنين بنفس المبنى بمنطقة بحر صاف إنه يدقوا عليها أو يتصلوا فيها، ولكن جريس غايبة عن السمع. هون قرر بول يجي على لبنان ليعرف شو صاير. تاني يوم وتحديدا بتاريخ 19 تشرين الثاني وصل بول الجلخ على بيته ببحر صاف حوالي الساعة 7 بالليل ودق الباب بس ما حدا فتح له. فطلب من أخت جريس تعطيه مفتاح السبير اللي معها، وبعد ما فتحوا الباب كانت الصدمة. مرته وولاده الثلاثة جثث على الكنبية، ما كان في أي أثار لدماء إطلاقاً، وكان في صحون أكل وكبيات، معناتها إنهم كانوا عم ياكلوا قبل وقوع الجريمة. اتصلوا بشرطة بكفية والقضية بلشت تكبر بالمنطقة. جريمة قتل بس بدون دماء ولا أثار تعنيف، لدرجة إنه محطات التلفزيون بعتت مراسلين للنقل المباشر من محيط المنزل، وكان أول الواصلين لمكان الجريمة رئيس الجمهورية الأسبق الشيخ أمين الجميل لمعرفة شو صاير عنده بالبلدة اللي ما شهدت سابقاً أي جريمة مشابهة. الشرطة الجنائية رفعت البصمات وصادرت كل الأدلة اللي كانت موجودة بمسرح الجريمة، وبأقل من 24 ساعة توصلت التحقيقات لاكتشاف أمر خطير وصادم لم يكن بحسبان المحققين ولا حتى أهل الضحايا. الحادثة ما طلعت جريمة قتل بل انتحار، وجريس الضحية هي المجرمة اللي قتلت ولادها. ولكن شو الأسباب وليش صار هيك وكيف الشرطة عرفت أسباب الجريمة؟ جريس خططت للجريمة قبل ساعات بس من تنفيذها، لما قررت تجيب مادة اللانات السامة وتحطها بجاد سلطة الفواكه لأولادها الثلاثة وأكلوا سوا. وبعد ما خلصوا قررت جريس تسجل فيديو على تليفونها بتقول فيه إنها نفذت الجريمة لأنه جوزها عم يتركها كتير بسبب ظروفه. تاني يوم من الحادثة صار في حديث كتير وتضارب معلومات حول الجريمة، وبعض الصحف وحتى الجمعيات النسائية اتهموا بول الجلخ زوج جريس إنه هو وراء الجريمة وإنه كان يعنفه وهو السبب اللي خليها تعمل هيك. حتى البعض أكد إنه هو من أجبرها على تصوير الفيديو قبل حصول الجريمة، لكن كل هالخبريات كانت كاذبة. ومثل العادة الإعلام والجمعيات بتصدر أحكام وقرارات قبل ما تكتمل التحقيقات، لأن بول أصلاً كان عايش وبيشتغل بالخليج، ووقت حدوث الجريمة كان خارج لبنان وإجا بس ليستفيد عائلته. والتحقيقات أكدت من محيط جريس إنه ما كان يعنفها أبداً، بالعكس كان كتير يحبها ويحب أولاده وما مقصر عليهم بشي. ولكن جريس كانت متعبة نفسياً لأن جوزها أغلب وقته خارج لبنان، واللي قامت فيه ما له علاقة بقضية تعنيف ولا خيانة ولا شي من هالحديث. وإذا كان هيك ليش لا تقتل أولادها؟ بمعنى صارت هي الضحية وهي المجرم بذات الوقت. ومن القصص اللي انتشرت بوقتها وكتبتها الصحافة نقلاً عن مصدر أمني، وهو طبعاً ما فينا نجزم إذا المصدر قال هيك أو كاتب الخبر اللي بيقول، إنه جريس كانت من عبدة الشيطان وإنه كانت عم تجمع دم من أولادها الثلاثة لتقدمهم قربان للشيطان، وإنها سحبت مبالغ مالية كبيرة من حسابها المصرفي قبل أسابيع من الحادثة. ولكن ما قدرت التحقيقات وطبعا بحسب الأخبار اللي نزلت بالمواقع والصحف إنه تعرف هيدي المبالغ الضخمة وين انصرفت وعلى شو، وإنه جريس نفذت هالجريمة بسبب مشادة كلامية هاتفية حصلت بينها وبين زوجها، لدرجة إنه هالتحليلات والاستنتاجات الصحفية دفعت بالوالد المفجوع إلى إصدار بيان توجه فيه لكافة الوسائل الإعلامية بيطلب منهم توخي الموضوعية والصدق لأنهم أساءوا إلى أرواح زوجته وبناته الثلاثة. وبقي لغز اللي عملته جريس شبه غامض، لأن ما نعرف هل هي نفذت أوامر الشيطان اللي طلب منها هالشي، أو إنه كان عندها حالة نفسية مرضية خلتها تنفذ جريمة فظيعة بهالحجم بس لأن عم تشتاق لزوجها.